ويشوي منصف يحاول عن طريق المراوغة بينية وعباد ديوا شباب قسنطينة يسجل ضد مرمى والإصابة الثانية في الدقائق الأخيرة من زمن ومن عمر المرحلة الأولى مولودية قسنطينة تضيف الهدف الثاني من سجل ضد مرماه بعد محاولة العملاق عبادي والفرخة العارمة والكبيرة في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي وفي جناح أنصار مولودية قسنطينة. حميد في رقم 12 أمامكم من سجل ضد مرماه سنشاهد حميدسي تقدم لمساندة ومساعدة القاطرة الأمامية لنشاهد الإعادة. نطلب الإعادة من الزملاء التقنيين. هي الإعادة بينية منصف ويشوي لم يتمكن وحميدسي هو الذي يتمكن ويشوي بالفعل ويشوي الذي كان قدم كورة لعبادي ثم المتابعة انتهى. ويشوي منصف قناص الأهداف يتمكن من إمضاء الهدف الثاني. ويشوي منصف يعطي التقدم لمصلحة مولودية قسنطينة لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف واحد من إمضاء بولمدايس من شباب قسنطينة ثم رد عليه دائرة من مولودية قسنطينة بالدقيقة 29. شوف الفرحة الكبيرة لدى عناصر مولودية قسنطينة هدفين مقابل هدف منصف ويشاوي أمامنا من مواليد 77 يعتبر أكبر.